مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم البطاطا بطريقة كتير سهلة وبسيطة، ووجبة عن جد عن جد كتير روعة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. وجبة غريبة وكتير مثل ما شايفين شكلها مختلف وروعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا 5 حبات بطاطا بهيدا الحجم، سلقتن وقشرتن، وقية لحمة مفرومة، ذرة فلايفلي، بصلة حجم وسط كمان قطعتها بهيدا الشكل. بحط بالطنجرة زيت نباتي. حطينا حوالي 3 معالق طعام زيت. البصلة رشة ملح بسيطة، منقليهن على الغاز. بس قلت البصلة بهيدا الشكل شي بسيط، هلا بحط اللحمة. كمان بقلي اللحمة لتستوي. بس قلت اللحمة بحط الذرة والفلايفلة. ضيف 1/2 كوب مي، ملعقتين طعم صلصة البندورة، ملح، عنا هيدا البهار، بهار الانشيلادا، اذا ما متوفر عندكم هيدا البهار بتستبدلوه بالبابريكا. هيدا البهار ممكن تلاقوه بالسوبر ماركت. حط ملعقتين طعم من البهارات، ملعقة، 2 بابريكا بتحطوا انتو، بس ملعقة. بنخلطهم مع بعض. هلا بتركن يغلوا. بعد حوالي 5 دقايق بس استوت الخضرة ونشفت المي بهيدا الشكل، هيدي الخلطة صارت جاهزة. بنطفي الغاز. بس جهزنا الخلطة، هلا بدنا نعمل بطاطات. حط فوق ملح، 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود. بحط شوي شوي مي لتصير عنا البطاطا مثل العجينة تتماسك مع بعض. نضيف شوي مي. كمان راح أضيف بعد. بس صارت عنا البطاطا بهيدا الشكل عم تتماسك، معش بحط مي. يعني تقريبا حطيت فوق البطاطات 1 كوب صغير مي. نعمنا البطاطا منيح. بضيف جبنة شدر او مازوريلا، متوفر عندكم بتضيفوه. ملعقة، 2 3 حطيت 3 معالق طعام جبنة، بخلطهم، بعجنهم بالإيد أفضل. بغط أصابيعي بالزيت، نقطة خفيفة بحط. بدنا نعملهم كرات بهيدا الحجم تقريبا. اضغط عليهم. شايفين؟ بهيدا الحجم. وبحطهم على ورقة الزبدة. بغط اصابيعي بالزيت النباتي. بعمل البطاطا بهيدا الشكل كأنه عم بعمل عجينة. كمان بغط الكباية بالزيت بهيدي الطريقة. شايفين كيف؟
هيدا الشكل. زبط شوي البطاطا وبحطها على ورقة الزبدة. بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلأ الخلطة اللي عملناها أنا وياكم بقسمها على البطاطات شايفين؟ كتير روعة. بعد ما حطينا الخلطة على البطاطا بهيدا الشكل، هلأ بحط جبنة تشيدر أو موزاريلا مثل ما قلت لكم، المتوفر عندكم بيمشي. عم حمل الفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى. نحنا بس بدنا نحطهم بالفرن من الأعلى فقط. وحطينا على الوجه زيتون وبضيف على الوجه رشة خفيفة من الزعتر، بيعطي نكهة كتير طيبة. هلأ بحطهم بالفرن. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، تتقدم مع خضرة أو سلطة. شكل شو بدي قلكن، وريحة البيت بتعقد شايفين؟ روعة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.